السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. المهم دابا كنت اصلا بغيت نخرج، ولكن قبل ما غادي نخرج غنخرج لبيبكو ميركادو خاصني نجيب فيه جوج برودويات خاصيننا في الدار. المهم هاد البرودويات هادو الا بغيتو تعرفوهم البنات راه زوينين الصراحه، وغادي نوريكم حتى هادوك الماكينات اللي تقدروا تحسنوا بهم رجلكم في الصيف، وسميتو راه زوينين. المهم غادي نديكم معايا حتى لبيبكو حيت قالت لي اختي داك النهار فيه شي تخفيضات، واصلا كنت حاطه عيني على واحد السروال تما بغيت ناخذه. والمهم راه دابا داري ليه التخفيض، وغادي نمشي وغنوري لكم تما شي حوايج ديال المحجبات. غنوري لكم واحد السراول دوك الواسعين فرفرين، صراحه مسيتهم داك النهار التوب ديالهم زوين بزاف، وغنوري لكم شي صياد طوال ديال الحجاب. المهم الا بغيتو تعرفوا بقاو حتى الاخر. قبل ما نخرج البنات بغيت نشارك معكم شي زيوت ديال الفم، منهم تراتامينتو كيعالجوا الشنيف وكيرطبوا، ما كيخليش ان الشنيف ديالك يتقشروا. ومنهم البنات دايرين يعني بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يديروا دوك العكوره معيقين، يعني الناس اللي ما كيبغوش يديروا دوك العكوره معيقين وكيبغوا يديروا غير شي زيت، ما كيبغوش يديروا بزاف داك المكياج مشارجي. حيت كاين الناس تبارك الله اللي زوينين وما يعني ما كيديروش ديك الطليه بزاف وداك الشيء، وكاين الناس اللي كيعجبهم يدير مكياج بزاف، كل واحد هو. بالنسبه للناس اللي كاينين واخا انا عارفه الاغلبيه كيعجبهم داك الشيء خفيف، جبت لكم البنات واحد الزيوت في الانواع والاشكال، منهم كيرطبوا الفم ومنهم تراتامينتو ومنهم نيت كتخلي كيدير لك بريو كيدير لك شي مهم في الالوان. سميتو بالنسبه لهاد الماركه هذه سميتها شي غلام اللي ديال شي ان اصلا، يعني الماكياج نيت ديال شي ان، وغادي نوريك غادي نحط لكم باخينا ويب ديالهم. عندهم جميع الانواع ديال الماكياج وداكشي، ولكن ماركه ديال شيئين صراحه هاد الماركه ديال شيئين اول مره غادي نجربها يعني في الماكياج. شيئين اول مره غنبدا نجربهم في الماكياج، ما عمري ما جربت انا الماكياج ديالهم، وصراحه الماكياج ديالهم ما عرفتش واش زوين ولا خايب، واخا انا سمعت بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي باللي الماكياج ديال شيئين زوين بزاف يعني، وقال لك التا كاليداد، ودابا جبتو باش نجربو معكم ونشوفو واش زوين ولا ما زوين. المهم البنات غادي ندوز نخليكم تشوفوا الباكيتي فاش وصلني وحليته وبحالاش كيوصل، يعني بحالاش غادي يوصل لكم، ومن بعد غادي نهضر لكم على كل منتج. بعد ما شفنا البنات الباكيتي كما كتشوفوا داكشي كيجي كيوت صراحه، عجبني بزاف لهداك الشكل ديالو صراحه، داكشي كيجي واعر كما كتشوفوا راه هو هذا داكشي. ما نقولش لكم هنا تجي الاسم ديال الماركه ديالهم شي غلام كما كتشوفوا، وصراحه داكشي عندهم كيوت واعر عجبني بزاف. شوفوا اللون كيفاش كيبان البنات، كيبان كيلمع، وهذا كيبان هكا صفر، يعني فيه انواع فيهم البريو وكاين انواع اللي غير عاديين يعني زيت عادي ديال الفم.
المهم البنات هنا فاش دخلنا البيبكو لقينا فيه الكساوي ديال الصيف زوينين الصراحه كما كتشوفوا داكشي عندهم واعر، وجابوا حتى دوك سراو التوب ديال المحجبات اللي الصيف دوك اللي كيكونوا واسعين. المهم بالنسبه للكساوي هذه راه الثمن مناسب 12 يورو، والتوب ديالها زوين وكاينه في الالوان، كاينه في الكحال، كاينه في هذاك الخضر، المهم كاينه في الاشكال صراحة. داكشي عندهم زوين، التوب ديالو زوين، ماشي داك التوب اللي شي حاجة هكا كت يعني كتضيع دغيا ولا سميتو، واخا كيقول لك كيشبه البريمارك ولكن بالنسبة للتوب ديال الحوايج باين ليا بلي داكشي عندهم زوين. وهاد الكسوة ديال البنات هي عجبتني، التوب ديالها زوين، هادي بالنسبة للناس اللي ما كيديروش الحجاب، المهم راه زوين هاد الكسوة عجبتني. وهاد البلاصة هادي جابوا فيها هاد الكساوي هادو طوال، كاينة هادي اللي فيها هاد الفراشات هادو، المهم عندهم جابوا هاد المرة داكشي زوين. وكاين هذا هاد الكسوة هادي حتى هي في نفس التوب، شتو في سروال واسع. وهنايا البنات هاد السكان هادو اللي تاهما شتهم في شيئين بحالهم، كيجي فيهم هاد اللاصو هذا، جابوهم جداد هاد السكان. وهاد السراول هادو اللي المهم جابو هاد دايره بحال اصحاب اللي واش طوال ولكن لا قصار. وهذا جابوه بالنسبه لهاد السراول هادو الواسعين ديال التوب، وجابوا هاد الكحل نوري لكم دابا عتي تخربقوا كامل الداخل لاصقين، نحاول نجبد هذا. المهم كما كتشوفوا يوسف السروال واسع الصراحه، التوب ديالو بارد، والتوب ديالو ماشي داك التوب اللي يعني داك التوب اللي كيبان بحال النيلو ولا هذا، لا هذا التوب باين عليه زوين، وانا يعني واخا سبنتي ما كيخسرش ما كيطلعش. جابوا في هذا الكحل وجابوا في هذا الكاكي هذا اللي فيه كاكي والكحل بالسلامة شكون مشكري. المهم كما كتشوفوا داير بحال هكا حتى هما باردين، وجابوا طايت كبار ماشي زعما صغار ولا، جايبين طايت كبار. وجابوا هاد الصيات هادو، حتى هاد الصيه هذه عجبتني غنجبدها لكم دابا تشوفوها في الكاكي. جابوا حتى صيات في الانواع والاشكال، هاد الصيه هذه بالجيوب حتى هي زوينه عجبتني، خصوصا الناس اللي كيبغيو يلبسوا سبرديله ما كيبغيوش يلبسوا الطالوك، هادوك النوع ديال الصيات اللي كيكونوا بالجيوب داكشي كيجيو بزاف مع سبرديلات. بالنسبه لهذا كحل كله ما فيش زواقه لا والو، يعني كحل كله كما كتشوفوا. المهم راه الاثمنه البنات مناسبه، بانوا لي الاثمنه ديالهم مناسبه، شي حاجه زوينه. وعندهم حتى عندهم بروبادور فين تقدري تبدلي عندهم تما وتجربي الحوايج، وجابوا هاد القوام جادو ديال الصيف كتشوفوا الثمن ديالهم مقرا 7 اورو بنت لي ما بقاش عاقله. المهم عندهم في الغوز، عندهم في هذا الخضر هذا، عندهم في الخضر غامق، عندهم في الالوان في الابيض وفي الغوز خفيف، يعني عندهم في الالوان كاع اللي بغيتو. عندهم اشكال اخرين، جابوا صايات حتى هما، جابوا تيشورتات، جابوا حاجات ديال البلايا، جابوا حاجات زوينه. المهم وهذا البنات راه صايه نفس التوب ديال داك السروال وديك الكسوه فصلوا فيه صايه، الثمن ديالها 10 اورو بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يلبسوا صايات. ومفرفره شويه من التحت من عند الرجلين. وهنايا جايبين هاد الجينات هادو، وهادو اللي كيبغي يلبسوهم في الجين، يعني كاينين شي بعض المرات البوديات فاش كتلبسيهم ولا تيشورت كيبقى يخرج لك من الجين، هادو كيكونوا بحال البوديات وكيتشدوا مزيان باش يعني ماشي من الجناب يخرجوا لك، يخرج لك التيشورت ولا يخرج لك هاد الصنادل. هادو اللي كنت خديتهم من العام فايت في ليفتيس، كانوا دار لهم اوفيرتا ب 99، هنا يدير لهم قلب شي 7 اورو. وهاد السروال تا هو ديال التوب واسع كما كتشوف، اللون ديالو واعر صراحه في هاد البيض وهاد الغوز. وهاد القميجه هادي تا هي في الروسه، وهاد الجين هذا واللي خديت بقى غير واحد اللي بقى في الطايه ديالي هزيتو، ولكن فاش جربته لقيت بان في الجسم جا معايا مزير، ولكن في الكرش السمطه واسع بزاف في الجناب، يعني الجناب واسع، الجناب ديالو واسع يصلح الناس اللي عندهم جناب كبار.
دابا غادي ندوز للميركادونا. غادي شفت هاد الجديد هذا حيت اصلا بغيت ناخذ فيه شي حاجه. شفت هاد الجديد هذا المهم ماشي جديد، كانوا اصلا الكريمات هنايا غير كبروهم وزادوا لهم في الثمن، داروا لهم 2.40. وهاد الجديد هذا اللي واحد الزيت وفيها بريو للجسم، الريحه ديالها ما بيهاش ماشي شي حاجه، ولكن ما صافي المهم. والجديد هي ديك الريحه حتى هي ما عجبتنيش. المهم من بعد ما رجعت من ميركادونا نشارك معكم مشتريات، خدينا هاد البولة هادي، المهم هادي ديال الكيسو الاحمر، و خدينا هاد ديال الموبلي. هذا كما كيختار زوين بزاف، هاد كيخلي الموبلي نقي ديال الخشب وكيبرق. بغيت شي حاجه زوينه تسحب على الموبلي نصحكم بهذا. وبالنسبه للناس اللي باغيين واحد سميتو اللي ما يجرحوش الارضيه ديالهم، ولا الجليج ديالهم ما يمشيش لذاك البريو، ولا الارضيه ديال الخشب ما تخسرش، نصحكم بهذا بي اتش نيوترو. هذا ما كيخسرش الارضيه وكيخليها كتلمع زوينه، كيخليها واعره كتلمع وما كيخسرهاش لك، يعني ما كاينش منتجات اللي كيخسر لك الارضيه، ولا كيحيد البريو من الجليج ولا حتى ديال الخشب. وهذه بطبيعه الحال فيما كندوز ميركادونا بعض المرات ماشي يوميا كناخذها. وخديت هادو اللي بغيت نجربهم، الا جربتهم البنات غادي نهضر لكم عليهم واش زوينين ولا خايبين. Thank you.